بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الطلبة المستمعون المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا في مادة تخريج الفروع على الأصول حول إشكال يجمع ما تقدم من الموضوعات التي درسناها ابتداء من ماهية تخريج الفروع على الأصول وتطور هذا المعنى عبر تاريخ التشريع، ثم انتهينا إلى ذكر النماذج من كتب التخريج في مختلف المذاهب. هذا الإشكال نحاول من خلاله التذكير بما مضى، وربما الإطلال على بقية أو الاطلاع على بقية الجزئيات المتبقية القليلة جدا المتبقية في البرنامج، وهو هذا الإشكال: هل تخريج الفروع على القواعد الفقهية من باب تخريج الفروع على الأصول، أم هو من باب تخريج الفروع على الفروع؟ وكما يعلم الإخوة الطلبة التفريق بين هذين المصطلحين. ولكي نضع معالم الإجابة عن هذا التساؤل أو هذا الإشكال، هذا النوع من الإشكالات لا تكون الإجابة عليه بنعم أو لا، وإنما هناك حيثيات وجوانب تدرس في طرفي السؤال لنصل إلى معالم الإجابة. ولذلك لا ننتظر أننا سنحدد الإجابة في هذه الحصة، وإنما نحدد معالمها حتى يستطيع الطالب أن يستنبط الجوانب التي تجعل هذا المصطلح تابعا لهذا النوع أو تابعا للنوع الآخر. قبل هذا ينبغي أن نستحضر التفريق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. أهم الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية هي تكون من بين أهم معالم الإجابة على هذا السؤال. في القواعد الأصولية كما هو معروف قواعد كلية، بينما القواعد الأصولية الفقهية قواعد أغلبية. القواعد الفقهية سابقة في وجودها الذهني والواقعي على الفروع، والقواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي على الفروع لأنها جامعة لشتى الفروع. القواعد الفقهية تتصل بفروعها مباشرة، بينما القواعد الأصولية لا تتصل بفروعها إلا عن طريق الدليل. وهناك فروق أخرى، ولكن يعني نكتفي بما ذكرنا. إذن العنصر الأول هو التفريق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. ثانيا التنويه بأهمية القواعد الفقهية عموما، ونكتفي هنا بما ذكره القرافي في مقدمة كتابه الفروق، حيث أشاد بأهمية القواعد الفقهية مما يرقيها إلى درجة مهمة في مجال الاستنباط والتخريج. إلا أنه لا يمكننا بحال من الأحوال أن نجعلها بمثابة القواعد التي لها حجية، لكن القواعد التي ثبتت بالدليل فهي حجة للدليل الذي ترجع إليه. ولكن القواعد الأخرى فيها خلاف، هل هي حجة أم لا؟ أي أعني القواعد الفقهية. كذلك ينبغي أن نستحضر كما ذكرنا في هذه المادة أن القواعد الفقهية
على أنواع من القواعد الكلية، من القواعد العامة والقواعد الخلافية. القواعد الخلافية التي تنتهي بصيغة الاستفهام تعد أكثر اتصالا بمعنى التخريج أو بجانب التخريج، لأنها ينبني عليها قولان. على هذا الاستفهام الموجود في القاعدة ينبني قولان، قول بكذا وقول بكذا. هل الجمعة فرض يومها أم هي بدل عن الظهر؟ قولان. هل الوضوء عبادة معقولة المعنى أم لا؟ قولان. وهكذا. كذلك في من معالم الإجابة عن هذا السؤال أن القواعد الفقهية مصوغة بمنهج يجعلها تمثل أصولا استنباطية، على الرغم من الاختلاف فيها كما ذكرنا، الاختلاف في حجيتها كما ذكرنا. يعني ما يجعلها منهجيا تشبه القواعد الأصولية، إلا أنها لما كانت في أصلها مبني جامعة لأشتات الفروع قلت أهميتها من حيث الحجية، لأن القول بحجيتها مطلقا يؤدي إلى إشكالات كثيرة. القواعد الأصولية مؤثرة في الفروع لأنها متقدمة عنها، القواعد الأصولية متؤثر في الفروع لأنها متقدمة عنها. لكن القواعد الفقهية هي جامعة لأشتات الفروع وليست متقدمة عنها. كذلك من معالم الإجابة عن هذا الإشكال استعمال القواعد الفقهية في التوجيه والتعليل وتحكيمها في الخلاف الفقهي. من المعلوم أن هناك مجال أسباب الخلاف وهو معروف، وتذكر فيه القواعد، يذكر في تأثير القواعد الأصولية، يذكر في أسباب الخلاف تأثير القواعد الأصولية على الاختلاف في المسائل، كما يذكر تأثير الاختلاف في القواعد الفقهية في تحكيم القواعد الفقهية. إذن هذا يجعل ويؤدي بناء القول بنوع من الاعتبار لهذه القواعد، كما في مسألة المصرات من بين توجيهات القائلين عدم الرد بالعيب في المسرات بكيفية معينة أو عدم القول بمقتضى الحديث هو تحكيم القواعد الفقهية. قالوا اللبن ضمن فيه بالتمر إلى غير ذلك من المسائل، وذكرت قواعد كثيرة في هذا، المثل يضمن بالمثل والقيم يضمن بالقيمة إلى غير ذلك من المسائل. فهذا ينبغي مراعاته واستصحابه هنا. كذلك هنا أيضا القواعد الفقهية ينبغي أن ننظر إليها من بين المنهج والوظيفة. فإن كانت وظيفة القواعد الأصولية هي الفقهية، هي جمع أشتات الفروع، وهذا النوع وهذا الجمع وهذا يعني هذه الملكة يعني تمكن الدارس من معارف كثيرة وتجمع له ما تفرق وتناثر في الأبواب الفقهية، إلا أن الحجية تبقى كما قلنا محل نظر. فوظيفتها هي جمع أشتات الفروع، ولكنها من حيث المنهج يمكن أن تمثل أصولا استنباطية، يمكن أن تكون مولدة للكليات والضوابط. القواعد الفقهية تولد عن الكليات والضوابط، والقواعد الفقهية يعني تكون مساعدة على التخريج والتوجيه والتعليل إلى غير ذلك. وكذلك يمكن أن نلاحظ
أن نلاحظ أن بعض القواعد الفقهية مؤثرة حتى في وضع بعض القواعد أو في استنباط بعض القواعد الأصولية، يعني إعمال الكلام أولى من إهماله، هذه قاعدة فقهية. ولكننا عندما نتعرض لباب التعارض والترجيح نجد أن الترجيح في بعض القواعد بين الاختلاف في مسائل التعارض والترجيح، نجد أن إعمال هذه القاعدة يؤثر بشكل أو بآخر أو بوجه ما في باب التعارض والترجيح. يعني إعمال الكلام أولى من إهماله يؤثر في قاعدة الجمع أولى من الترجيح. وهذا وللحديث تداعيات وذيول كثيرة يمكن أن نؤجلها إلى حصص أخرى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.